السلام عليكم ورحمة الله. سوف أشارككم اليوم عملية إصلاح تلفاز توقف عن العمل بعد إصداره صوت شيء ما انفجر داخله. لنرى السبب في ذلك. سأشارك معكم اليوم فيديو إصلاح بطاقة تغذية هذا التلفاز. الفيديو من جزئين، أولا تحديد المركبات التي بها خلل، ثانيا عملية تلحيم المركبات الجديدة مع عملية القياس الضروري وتشغيله. لنبدأ على بركة الله. إذا بعد فتحه كالعادة في أي عملية إصلاح نقوم بالبحث في بطاقة التغذية أولا بالعين المجردة لملاحظة أي شيء مثير للانتباه كأثار احتراق وغير ذلك. إذا كما تلاحظون يوجد أثار احتراق في هذه المنطقة، يظهر هناك مركب VDA محترق، إذا ستكون مركبات أخرى من نفس المرحلة بها ضغط قصر كور سيركوي. نتمنى أن يكون الخلل محصورا في هذه المرحلة. البطاقة من الخلف المسارات كلها جيدة، لا أثار لاحتراق أحدها. لنحدد رقم VDF الشاصي. بعد ذلك نقوم بقياس ثنائي القطب ديود المحاذي VDA. كما نرى توجد ضغط قصر، لنتأكد يجب نزع هذه الثنائيات. VDA منفجر. نأخذ ورقة لتحديد المركبات التي بها خلل. ريفيرونس ديال VDA هو 221K 1 kV. عندنا هاد ثنائية القطب أرقامها في الشاصي، أحدها لا يزال يعمل. نحاول التأكد من القصر في أجل ضغط تقطيع. ضغط إلكترونية تقوم بتوليد نبضة تقطيع داخليا مع وجود واجهة القدرة من خلال ترانزستور الموسفيت، أي الانترفاس دو بيسونس بواحد لو ترانزستور الموسفيت المدمج معها. يوجد بها قصر، لذلك سأقوم بنزعها من مكانها.
إذا بعد نزعها سأكتب ريفيرنس الخاص بها وهو الـ STR W 6052 S. ملاحظة، يجب تغييرها بنفس ريفيرنس حتى نحافظ على مميزاتها لكاركتيرستيك تكنيك. سنرى ذلك من خلال الملف التقني الخاص بها داتا شيت. كما نرى هنا مكتوب على الشاصي الريفيرنس الخاص به، وكذلك التوترات الخارجة منه هو بعد التحديثات. مسار دخول الكهرباء يعبر عبر هذا المدخل من خلال صهيرة فيزيبل على التوازي مع هذا الـ VDA للحماية من التوترات العالية، كذلك على التوالي مع الـ STA وهي مقاومة حرارية تحمي الجهاز عند بداية التشغيل، وعبر ملفات متعاكسة لمنع التدخلات الكهرومغناطيسية الناتجة عن عملية التقطيع الكهربائي في بطاقة التغذية المتقطعة. اي لاليمونطاسيون ا ديكوباج. قياس الصهيرة، إذا صهيرة جيدة. VDA الدخول جيد، يجب أن لا تعطينا أي قياس وتكون مقاومتها عالية. الوشيعتين جيدة، ويد الوشيعتين تمنع داك التدخلات الكهربائية والتشويش اللي تيصدر على المحول الكهربائي. إذا سنقوم بوضع الشاصي تحت التوتر لنرى مرحلة التقويم وتنعيم التوتر. ميزير سو تونسيو 220 فولت اون سيري افيك اي لامب دو 220 فولت 150 واط، ذلك لحماية الشاصي من دوائر القصر التي قد تحدث خلال هذه العملية ولحماية أنفسنا من التيار الكهربائي باتخاذ جميع الاحتياطات كالحماية بالقاطع التفاضلي لدى الحساسية 10 إلى 30 ميلي أمبير. ولفهم ذلك يمكنكم الرجوع إلى فيديو الحماية عند إصلاح بطاقة التغذية. سنقوم إن شاء الله بالقياس على مستوى المكتف ذو القيمة 400 فولت، حيث ستكون قيمته ما بين 300 حتى 320 فولت. كما قلت سابقا، مأخذ الكهرباء سيكون على التوالي مع مصباح 220 فولت 150 واط لتفادي مشاكل الضاءة القاسية إن وجدت. لنجعل آلة القياس على تدريجة قياس التوتر المتغير حتى نتمكن من قياس التوتر المتغير أصلي ما قبل عملية التقويم لغودغيسمون. قبل ذلك سأفتعل ضاره قاسيه كور سيركوي لنفهم لمدى مصباح على التوالي مع منبع التيار. أظنكم رأيتم إضاءة المصباح عند افتعال ضاره قاسيه كور سيركوي.
إذن بعد عملية القياس التوتر المتغير موجود. الآن لنغير تدريجة آلة القياس لنقيس التوتر المستمر بعد عملية تقويم بثنائية القطب لديود غودريسمو على مستوى المكتف ذا السعة الكبيرة، وكذلك قيمة التوتر الكبيرة. والقياس سيكون الذي ستكون قيمته ما بين 310 إلى 320 توتر مستمر، لأن ذلك التوتر المتغير الداخل مضروب في جدا مربع 2 تراسين د. بعد قطع التيار يبقى المكتف مشحونا لمدة وجيزة، يجب تفريغه عبر مصباح 220 فولت أو مقاومة خاصة للتفريغ حتى لا نتعرض لصعقة من المكتف، لأن سعته كبيرة وكذلك توتره. إذا شكرا لوقتكم الثمين، إلى الجزء الثاني إن شاء الله. إذا يتبع في الجزء الثاني إن شاء الله. إذا إن شاء الله في الفيديو الماجي غنكون جبت هاد المركبات اللي هما اللي فيهم خلل. ونكملوا العملية بسلام إن شاء الله. السلام عليكم.